النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلنت بورصة البحرين إطلاق النسخة السابعة من برنامج المستثمر الذكي بالشراكة مع مؤسسة إنجاز البحرين، وقد تم إدراج هذا البرنامج التوعوي ضمن المناهج الدراسية للمدارس الحكومية في مملكة البحرين، ويستهدف طلبة الصف الرابع الابتدائي لتزويدهم بالمهارات والمفاهيم المالية. من جانبه عبرت سمو الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين عن سعادتها وتحمسها لهذا البرنامج قائلة: إن برنامج المستثمر الذكي يمثل حجر الزاوية لرسالتنا التي تهدف إلى تمكين شباب البحرين وتزويدهم بالمهارات الحياتية الأساسية، وتشكل الثقافة المالية مكونا هاما في هذا الهدف. كما أكد الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة رئيس التنفيذي لبورصة البحرين أن برنامج المستثمر الذكي يعكس الالتزام المتواصل بنشر وتعزيز الثقافة المالية من سن مبكر، ومن خلال تزويد الطلاب بالمعرفة والأدوات المناسبة لاتخاذ قرارات مالية سليمة، فإنهم بذلك يساهمون في تأسيس جيل واع بالأنشطة المالية. والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية. شهدت أسواق المال الإماراتية أربع طروحات أولية لشركات جديدة منذ بداية العام الجاري، استقطبت طلبات قياسية نهزت نصف تريليون درهم، ما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى. وجمعت الطروحات الجديدة عوائد فوق 8 مليارات درهم وسط الإقبال الكبير والقياسي من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية. والآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل بقيمة 42 مليار و600 مليون دولار لدعم الجهود العالمية في التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه، بزيادة بلغت 10% مقارنة بالعام السابق. يأتي هذا التمويل ضمن جهود البنك لتعزيز التزامه بمواجهة التحديات المناخية. وأكد البنك الدولي في بيان له أن نحو 44% من إجمالي تمويله في السنة المالية الحالية تضمن مكونا يتعلق بالمناخ. استبعد محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا احتمالية رفع سعر الفائدة في أكتوبر المقبل، وكان البنك قد قرر يوم الجمعة الماضي الإبقاء على الفائدة عند 25%، مع تأكيد الحاجة لمراقبة الأسواق المالية والأوضاع الاقتصادية العالمية قبل اتخاذ أي خطوات. وأنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية في مارس، ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 25% في يوليو استنادا إلى زيادة احتمالات تحقيق التضخم هدفه البالغ 2% بشكل مستدام.